يقول: مسجد به قبور غير واضحة المعالم، ما حكم الصلاة فيه؟ إذا ثبت أن مسجدا فيه قبر أو قبور لا يصلى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، وفيه تشبه باليهود والنصارى الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فإذا ثبت أن هذا المسجد فيه قبر أو فيه قبور ولو كانت غير واضحة مندرسة، لا تجوز الصلاة في هذا المسجد.